السلام عليكم وأهلا بيكم في فيديو جديد. حكايتنا للنهاردة كانت ترشيح من واحدة من أصدقاء القناة واللي اسمها سمية. وسمية لما كتبت لي اسم القضية أنا الصراحة دي كانت أول مرة أسمع عنها. لما ابتديت أن أنا أبحث عنها وأعرف إيه تفاصيلها كنت مستغربة جدا، إزاي في بشر يقدروا يعملوا كل الفظائع دي؟ الحكاية بتدور أحداثها في تونس وبتصنف من أنها أحزن وأبشع وأسوأ القضايا اللي مرت في تاريخ تونس، واللي استمرت أحداثها لأكتر من 10 سنين، وتحديداً من سنة 2010 لسنة 2022. والمدهش إن حل القضية هيكون بسبب حلقة في برنامج المسامح كريم. علشان تعرفوا إيه الحكاية تابعوا معايا الفيديو للنهاية. بتدور الحكاية حوالين طفل واللي كان اسمه ربيع منير، واللي كان عايش في تونس مع أبوه وأمه وإخواته في منطقة واللي كان اسمها بورقيبة. أبو وأم ربيع تزوجوا في سنة 1993 وأنجبوا 3 أطفال، ولدين وبنت، وكان ربيع هو الأصغر ما بين إخواته. وربيع كان دايما بيتحكي عنه بأن هو كان طفل ناصح وكان ذكي جدا وشاطر في مدرسته، كان محبوب من كل جيرانه، دمه خفيف، بيساعد الآخرين وبيساعد أمه في البيت، لدرجة أن بعض الناس كانت بتعتقد أن ربيع هو أكبر إخواته. وفي الوقت اللي بتدور فيه أحداث حكايتنا ربيع كان عنده حوالي 10 سنوات تقريبا. وبسبب ذكاء ونباهة ربيع أبوه وأمه كانوا شايفين فيه مستقبل كبير جدا، وكانوا متأكدين من أنه لما يكبر هيكون شخص ذو شأن. لحد ما عائلة ربيع هتوصل ليوم 24 ديسمبر من سنة 2010، والتاريخ ده عمرهم أبدا ما هينسوه في حياتهم. في الوقت ده أسرة ربيع أبوه وأمه وإخواته كانوا عايشين حياة سعيدة جدا وحياة مستقرة. كان في بعض المشاكل ما بين أبو ربيع وما بين أشخاص تانيين، ولكن الأسرة كانت عايشة حياة هادية وطبيعية جدا. وفي يوم 24 ديسمبر من سنة 2010، في اليوم ده أخت ربيع واللي كان عمرها 16 سنة كان رصيد تليفونها خلص، وطلبت منه إن هو يخرج علشان يحول لها رصيد. وكان ربيع من المفترض ان هو هيروح لمحل في نفس الحي اللي هم عايشين فيه، وبالفعل ربيع اخذ بعضه وراح للمحل والرصيد وصل لاخته، ولكن ربيع مرجعش للبيت مرة تانية. استنى اخو اخت ربيع اللي اكبر منه في البيت على امل ان هو يكون بيلعب مع اي حد من اصدقائه، او يكون ان هو بيتكلم مع اي حد وهو في الطريق وهيرجع للبيت مرة تانية. ولكن ابتدى ان يمر وقت وربيع ما ظهرش ابدا ومفيش اي خبر عنه. خرج أخوه وأخته للشارع علشان يبصوا هل في حد من أصدقائه في الشارع يقدروا إن هم يسألوه عليه، ولكنهم ما لقوش أي حد من أصدقاء ربيع في الشارع. في الوقت ده إخوات ربيع فكروا يمكن ربيع يكون راح لبيت عمته، لأن كان ليهم عمة كان بيتها مجاور جدا ليهم، واعتقدوا في الوقت ده إن هو ممكن يكون راح لبيتها وسرح في الوقت ونسي إن هو يبلغهم إن هو رايح لعمته. وعلشان كده اتجهوا لبيت عمتهم، خبطوا عليها وابتدوا ان هم يسألوها على ربيع. ولكن العمة في اليوم ده قالت لهم انها ما شافتش ربيع ابدا، وان هو ولا مر عليها ولا شافته اثناء خروجها في الشارع. ابو ربيع لما رجع للبيت ولقى ان بنته وابنه بيدوروا على ابنهم في الشارع، ابتدى ان هو يسألهم ايه المشكلة، وقالوا له انه ربيع مختفي بقاله شوية وان هم مش عارفين مكانه فين. قال لهم ما تقلقوش، وممكن هو مع الوقت يرجع وان هو يكون بيلعب في اي مكان مع حد من اصدقائه. وبالفعل اخد ابنه وبنته للبيت ورجعوا، ولكن لما مر ساعة واثنين وتلاتة واربعة وربيع مختفي ومفيش اي خبر عنه، الاب في الوقت ده اتخض جدا وابتدى ان هو يقلق ويتوتر، وعلشان كده اخد بعضه وراح لمركز الشرطة علشان يبلغ عن اختفاء ابنه. في الوقت ده افراد الشرطة ابتدوا ان هم يسألوه عن مواصفات الولد وعن سنه، وقال لهم ان هو عنده 10 سنوات، حتى ان هو ابتدى يقول لهم بعض اوصاف الملابس اللي كان لابسها في اليوم ده. وفي الوقت ده بعد ما اخدوا منه كل المعلومات، افراد الشرطة بلغوا ابو ربيع واللي كان اسمه منير بان هم مش هيقدروا يعملوا له اي حاجة قبل ما يمر على اختفاء الولد 24 ساعة، لان القانون ما بيعتبرش ان اي شخص مختفي الا لما بيمر على اختفائه 24 ساعة. وبسبب القانون ده في بلاوي كتير جدا حصلت حول العالم، لان 24 ساعة بتكون فترة كافية جدا لشخص علشان يتخلص بالكامل من ضحيته. ولو افراد الشرطة اتحركوا بسرعة
يمكن كانوا يقدروا ان هم يتجنبوا كوارث كتيرة جدا حصلت حول العالم. المهم ان ابو ربيع اتبلغ بان مفيش اي حد هيقدر يعمل له اي حاجة في مركز الشرطة الا بعد مرور 24 ساعة على اختفاء ربيع، وعلشان كده ما كانش فيه حل قدامه غير ان هو ياخد كل جيرانه واصدقائه واهله ومعارفه واخوات ربيع وامه ويروحوا ويدوروا عليه في كل مكان محتمل ان هو يكون فيه او اي مكان محيط ببيتهم. وبعد بحث كتير جدا من أسرة ربيع ومن الجيران ومن الأصدقاء والمعارف ما كانش فيه أي خبر عنه. وفي تاريخ 25 ديسمبر من سنة 2010 في الوقت ده كان ربيع مختفي رسميا من 24 ساعة، وعلشان كده الشرطة كانت لازم تتدخل علشان يلاقوا ربيع. أفراد الشرطة لما كانوا بيدوروا على طفل تايه، ما كانش في دماغهم أبدا أن الولد ممكن يكون في حد مستهدفه أو أنه يكون مخطوف. ولكن برغم من جهود الشرطة الكتير جدا في البحث عن ربيع إلا إنهم ما قدروش يلاقوله أي أثر. في الوقت ده أبو وأم ربيع قرروا إنهم يبحثوا عن ابنهم بجهودهم الذاتية، لدرجة إن أم ربيع قررت إنها تطلع في برنامج المسامح كريم، البرنامج الشهير بتاع جورج قرداحي، ولكن النسخة التونسية كانت قبل برنامج جورج قرداحي واللي كان بيقدمها إعلامي تونسي مختلف تماما. أنا أسفة لأن أنا ما قدرتش أتوصل لإسمه، ولكن بالفعل في نسخة قبل نسخة المسامح كريم الخاصة بجورج قرداحي. ولو هتسألوا ليه أم ربيع اختارت البرنامج ده على وجه التحديد علشان تظهر فيه، هقول لكم إن البرنامج كان بيحظى بشعبية كبيرة جدا، وكانت من خلاله هتقدر توصل لناس كتير يقدروا يساعدوها في إنها تلاقي ابنها ربيع. المهم إن أم ربيع لما كانت هتطلع في البرنامج كانت هتضطر إنها تحكي بعض التفاصيل اللي فيه بعض الناس من أفراد عيلة أبو ربيع ما يحبوش إن حد يعرفها عنهم، والمشاكل دي كانت ما بين عمة ربيع وما بين أبوه، لدرجة إن عمة ربيع لما عرفت إن أمه هتطلع في برنامج المسامح كريم وبكل تأكيد هتحكي عن تفاصيل هي مش عايزة حد يعرفها عنها، اتصلت بيها وقالت لها ما تظهريش في البرنامج وما تطلعيش معاهم وما تتكلميش في أي حاجة وإن شاء الله ابنك هيرجع. الجملة دي كانت غريبة جدا، هل هي عارفة الولد فين؟ هل هي عندها خبر باللي حصل له؟ ولا هي بس بتقول لها كده علشان تسكتها وما تتكلمش في الأسرار الخاصة بيها واللي هي مش عايزة حد يعرفها عنها؟ المهم ان أم ربيع ما اهتمتش بكلام عمته واخدت بعضها، وبالفعل ظهرت في برنامج المسامح كريم في حلقة موجودة لحد النهاردة على اليوتيوب، وحكت فيها تفاصيل كتيرة جدا عن ربيع وعن حياتهم وعن الخلاف الداير ما بين أبو ربيع وما بين أخواته. وبعد ظهور الأم في حلقة برنامج المسامح كريم مفيش بيت في تونس ما كانش يعرف بقصة ربيع وقصة اختفائه، وده عمل ضغط كبير جدا على أفراد الشرطة واللي كانوا مكثفين كل جهودهم علشان يلاقوا الطفل، وده بجانب الجهود الذاتية لأبو ربيع والأسرته والأصدقاء والجيرانه، كلهم كانوا بيبحثوا عنه في كل مكان محتمل يكون فيه. وهيمر أسبوع كامل ومفيش أي أثر ولا أي خبر عن ربيع، لحد ما هنوصل ليوم 1 يناير من سنة 2011، وفي الوقت ده هيوصل لأسرة ربيع خبر مؤسف جدا. الشرطة بلغت أسرة ربيع إن هم عثروا على جسده على بعد 17 كيلو متر من بيتهم، وكان موجود في منطقة فاضية تماما وما كانش فيها أي حد. بالصدفة كان في شخص بيمر من المنطقة دي وشاف كيس واللي كان زي الشوال كده وكان مرمي على الأرض، لما ابتدى ان هو يشتبه فيه وفتحه لقى جواه جسد لطفل. وفي الوقت ده افراد الشرطة من خلال المواصفات اللي كانت معاهم لربيع كانوا مشتبهين ان بنسبة كبيرة جدا هو ده ربيع، وعلشان كده اتصلوا بابوه وامه علشان يجوا ويحاولوا يتعرفوا عليه. افراد الشرطة ما قدروش يتعرفوا على ربيع لان كان تم الاعتداء عليه بطريقة وحشية لدرجة ان ملامحه ما كانتش باينة ولا كانوا قادرين يطبقوها بالصورة، وعلشان كده كانوا لازم ابوه وامه يجوا علشان يأكدوا او ينفوا هل هو ده ابنهم ولا لا، اكيد هيكونوا عارفين علامة في جسمه واللي يقدروا من خلالها ان هم يميزوه. الاب راح فورا للمكان اللي قالوا عليه افراد الشرطة علشان يشوف ابنه وهل هو الشخص اللي بيتكلموا عنه ولا لا. لما وصل لهناك الشرطة منعت أي حد من إن هو يقرب من الولد إلا أبوه، وبالفعل الأب منير ابتدى إن هو يقرب من الجسد ده واكتشف بكل أسف إن هو بالفعل جسد ابنه ربيع. الأب في الوقت ده كان في حالة انهيار، مش بس علشان هو شايف جسد ابنه بعد ما فارق الحياة وهو ممدد على الأرض، ولكن بسبب التعذيب الوحشي اللي الولد كان تعرض ليه، واللي كان الأب مش قادر يستوعب مين الشخص اللي يقدر يعمل في طفل كل ده.
تقرير الطب الشرعي قال إن ربيع اتعرض ل 34 طعنة في مختلف أنحاء جسمه، ده غير إن كان جسمه فيه 17 ثقب، والثقوب دي كانوا كأنها فيه خرطوم بيمر من خلال جسمه. عين من عيونه كانت مفقودة، ده غير إن أعضاءه التناسلية كانت مفقودة، وكان فيه بعض النقوش والحروف واللي كانت مش مفهومة أبداً على رقبته. تقرير الطب الشرعي قال إن ربيع اتعرض لضرب مبرح قبل وفاته، وبكل أسف كمان بعد وفاته، بمعنى إن الشخص اللي خطفه وكان بيعذبه كان بيعذبه وهو حي وحتى بعد ما فارق الحياة. تقرير الطب الشرعي كان فيه تفاصيل وحشية لدرجة إن الدكاترة اللي كانوا بيكتبوا التقرير قالوا إن دي لأول مرة في حياتهم على تاريخ عملهم كأطباء في الطب الشرعي إن يمر عليهم حالة زي دي. تقرير الطب الشرعي قال إن سبب وفاة ربيع ما كانش بسبب الضرب المبرح اللي تعرض ليه وهو حي وبعد ما فارق الحياة، ولكن كان بسبب إن تم استنزاف دمه بالكامل من جسمه. فاكرين لما قلتلكم إن تقرير الطب الشرعي قال إن كان فيه 17 ثقب وإن الثقوب دي كان بيمر من خلالها بعض الخراطيم؟ أهل الخراطيم دي كانت علشان يستنزفوا بيها دم ربيع كله من جسمه، وده كان السبب في وفاته. في الوقت ده زي ما قلتلكم إن ربيع لقوه في مكان بعيد جدا عن بيته بمسافة 17 كيلومتر، بمعنى إن الولد مستحيل يكون مشي لحد هناك لوحده، في شخص عمل فيه كل ده وبعدين حطه في المكان ده، بمعنى إن في حد استدرج الولد من الأساس علشان يعمل فيه كل ده. طبعا مش محتاجة أشرح لكم حالة الانهيار اللي كان فيها الأب منير وهو شايف ابنه في الحالة اللي كان فيها، وأثار التعذيب، وإن الولد كانت ملامحه تكاد تكون مش موجودة. زي ما قلتلكم إن أسرة ربيع وعيلته كانوا كلهم بيدوروا على ربيع مع الشرطة. خطيب أخت أبو ربيع وصل المكان اللي كان فيه جسد الولد واللي لقيته أفراد الشرطة، وخطيب أخت أبو ربيع كان اسمه جيلاني، وبمجرد ما وصل للمكان كان في حالة من الانهيار، كان بيصرخ وبيعيط بيرمي نفسه في الأرض، والناس ما كانتش مستغربة تصرفاته لأن فعليا الولد كانت حالته وحشة جدا وأي حد كان هيشوفه كان هينهار. ولكن في الوقت ده أبو ربيع كان مستغرب جدا من تصرفات خطيب أخته، حتى إن هو راح وقال لأفراد الشرطة إن هو شاكك في جيلاني بإن هو اللي عمل كده في ابنه. ولما سألوا أفراد الشرطة عن السبب وليه هو بيوجه اتهام خطير زي ده لخطيب أخته، برغم من إن من الواضح إن الراجل متأثر جدا بوفاة الولد، وابتدى أبو ربيع إن هو يحكي لهم تفاصيل مهمة جدا عن علاقته هو وخطيب أخته. زي ما قلت لكم إن جيلاني خاطب أخت أبو ربيع، وكان عايز إن هو يتمم زواجه منها في أقرب وقت، وفي الوقت ده هو كان متزوج من سيدة قبل أخت أبو ربيع، وكان مخلف منها ولد، والولد ده كان كبير. المهم إن القانون في تونس بيمنع إن أي شخص يتزوج أكتر من سيدة واحدة، وإن لو أي حد عمل كده وجمع ما بين زوجتين إن هو هيتسجن وهيدفع غرامة وهيحصل له مشاكل كتير جدا. أنا عارفة إن شرعا الرجل يحق له إن هو يتزوج من أربعة، ولكننا بنتكلم عن دولة ليها قانونها الخاص اللي ملناش دعوة بيه، وهم حرين يعملوا اللي يعملوه، إحنا بس بنسرد تفاصيل قصة. أتمنى إن الكومنتات ما تتحولش لساحة حرب. أبو ربيع رفض تماما إن هو يتمم زواج خطيب أخته وأخته إلا لما يروح ويحل مشاكله الأول وينهي زواجه الأولي علشان يقدر إن هو يتمم زواجه من أخته. ولكن جيلاني كان عايز يحتفظ بالزوجتين، زوجته الأولى وزوجته اللي هي أخت أبو ربيع. وفي الوقت ده أبو ربيع قال له كلام نهائي إن الزواج مش هيتم طالما إن زوجته الأولى ما زالت على ذمته. وطبعا زي ما أنتوا عارفين الموضوع مش هيمر بسلام، وحصل ما بينهم شد في بعض الكلام، لدرجة إن جيلاني قال لأبو ربيع أنا في يوم من الأيام هخليك تدفع تمن اللي أنت عملته معايا. واستمر الخلاف ما بينهم على الوضع ده، ولكن بمجرد اختفاء ربيع جيلاني كان بيروح وبيساعد أبو ربيع في إن هو يلاقي ابنه، كان معاه خطوة بخطوة، كان بيدور في كل مكان، كان بياخدهم في عربيته وبيلف بيهم، ولما بيكون مشغول أو مش هيقدر إن هو يروح معاهم كان بيسيب لهم مفاتيح العربية علشان يقدروا يتحركوا بيها ويدوروا عليه بصورة أوسع. وبمجرد ما سمع الخبر أخد بعضه وراح للمكان اللي كان فيه أبو ربيع وجسد ربيع، وزي ما قلت لكم دخل في حالة من الصراخ والانهيار والبكاء. وفي الوقت ده أبو ربيع وجه له اتهام مباشر. أفراد الشرطة ما كانوش مقتنعين قوي باتهام أبو ربيع لجيلاني، لأن عادي إن شخص يكون متأثر من مشهد زي ده لأن هم نفسهم اتأثروا بالمشهد،
فما بالكم بشخص كان عارف الولد بيتكلم معاه ويمكن لعب معاه في بعض الأوقات. ولكن على أي حال كانوا لازم إن هم يدوروا ورا جيلاني ويشوفوا إيه وضعه وإيه دنيته، لأن اللي حصل للطفل كان سيء جدا، ولازم أي كلمة يقولها الأب أو أي شخص يحاول إن هو يحل اللغز ياخدوها على محمل الجد. الشرطة أخدت جيلاني وابتدوا إن هم يحققوا معاه وتأكدوا بالدليل إن هو ملوش أي علاقة باللي حصل لربيع، ولكنهم اكتشفوا حاجة تانية خالص بعيدا عن الموضوع ده. جيلاني كان تمم زواجه من أخت أبو ربيع من وراه، وكان تزوج منها عرفي، بمعنى أن أبو ربيع لما رفض أن هو يتمم الزواج رسميا هو راح وتفاهم مع خطيبته اللي بتكون أخت أبو ربيع، وابتدى أن هو يقنعها أن هم يتزوجوا عرفي، وبالفعل أقنعها وتمموا الزواج. وفي الوقت ده أفراد الشرطة لما دعبسوا ورا جيلاني اكتشفوا أن هو متزوج عرفي، وزي ما قلتلكم أن القانون التونسي بيمنع الجمع ما بين زوجتين، وعلشان كده جيلاني كان لازم ان هو يتحاكم بتهمة جمعه ما بين زوجتين، وعلى ما اعتقد ان هما بيخيروه ما بين زوجة منهم علشان يحتفظ بزواجه منها، وده بالاضافة ان بيتحبس فترة لا تتعدى السنة وكمان بيدفع غرامة. جيلاني بعد ما قضى فترة العقوبة اللي كانت محكومة عليه بسنة تقريبا، كل الناس كانت بتتهمه بان هو السبب في اختفاء ربيع وهو السبب في انهاء حياته، وجيلاني ما كانش قادر يعيش حياة طبيعية وهو شايف كل الناس بتوجه له أصابع الاتهام، وعلشان كده قرر إنه هو كمان يطلع في حلقة من برنامج المسامح كريم ويجتمع فيها بأبو وأم ربيع، ويبتدي إنه هو يشرح للناس إنه هو بريء، إنه هو ما عملش أي شيء من التهم اللي بتتوجه ليه. كان بيحلف وبيقسم وبيقول إن الشرطة نفسها برأت ساحته، ده غير ان هو بالفعل كان بيدور معاهم على الولد في الوقت اللي كانوا بيعتقدوا فيه ان هو تايه، وكمان كان مديهم عربيته علشان يدوروا بيها على الولد في الاوقات اللي ما كانش بيعرف يروح فيها معاهم. يبقى ازاي دلوقتي هو الشخص اللي انهى حياته؟ قال في خلال الحلقة ان هو مقدر وجع ابو وام ربيع، وان هم عايزين شخص يحملوه الخطأ علشان يقدروا ان هم يعزوا نفسهم في وفاة ابنهم، ولكنه أقسم لهم على القرآن بأنه هو ما عملش أي حاجة من اللي هم بيتهموه بيها، وأن في يوم من الأيام الحقيقة هتبان وهيتأكدوا من أنه هو شخص بريء تماما. وفي الوقت اللي حصلت فيه وقعة ربيع كان فيه سجين موجود في سجن واللي كان في منطقة اسمها باجا، وسجن باجا في فترة من الفترات حصل فيه حريق واضطروا أنه هم ينقلوا كل السجناء اللي هناك لسجن في منطقة بنزارت. زي ما قلتلكم ان السجين ده كان موجود جوه السجن في الوقت اللي حصلت فيه واقعة ربيع، والشخص ده كان اسمه عبد الستار، واتسجن بسبب ان هو كان تقريبا بيسوق عربيته وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وعلشان كده اتحاكم وتم الحكم عليه بالسجن الفترة. ولانه سجله الاجرامي ما كانش فيه اي مشاكل، على الاغلب ان المحامية قدرت انها تجيب له عقوبة لفترة قليلة، وعلشان كده كان ماشي جنب الحيط تماما وكان عايز يخلص فترته يخرج من السجن ويحاول ان هو يبعد عن المشاكل تماما، وكان ولا عنده فكرة ولا بربيع ولا بأهله ولا ايه اللي حصل له اصلا. وفي سنة 2012 في اليوم ده زوجة عبد الستار كانت بتولد، وامه كانت زي ما تقولوا كده بتحاول تخفف من حدة التوتر، وكانت قاعدة بتتفرج على التلفزيون وكانت مشغلة حلقة من برنامج المسامح كريم. عبد الستار في الوقت ده كان متوتر جدا على زوجته وخايف عليها، ولكن لما ابتدى ان هو يشتت انتباهه شوية ويركز مع التلفزيون كان سامع شخص، واللي كان بيتكلم وبيقول بعض الاحداث اكتشف ان هو عارف الاحداث دي كويس. الشخص اللي كان في التلفزيون كان بيحكي تفاصيل عن اللي حصل للطفل ربيع. عبد الستار في الوقت ده كان واقف وهو مذهول، لانه متاكد من ان في شخص اعترف له اعترافات كامله ومفصله عن الواقعه دي وان هو ازاي انهى حياه ربيع. وعلشان كده عبد الستار بمجرد ما اطمن على زوجته وعلى ابنه المولود قرر ان هو ياخد بعضه ويسافر ويروح لبيت ابو ربيع. ابتدى ان هو يسال عنه في المنطقه كلها لحد ما قدر ان هو يوصل للقهوه اللي كان متعود ان هو دايما يقعد فيها. راح وسلم عليه وقال له نصا انا عارف ايه بالظبط اللي حصل لابنك. ولما ابو ربيع قال له احكي لي ايه اللي حصل، قال له ان هو مش هيتكلم ولا هيقول اي حاجه الا في مركز الشرطه. وعلشان كده راح ابو ربيع وعبد الستار لمركز الشرطه، وهناك عبد الستار ابتدى ان هو يحكي لهم تفاصيل مفيش اي حد كان يقدر ان هو يستوعبها. بيقول عبد الستار في الفتره اللي كان موجود فيها في سجن بنزارت
اتسجن معاه سجين تاني في نفس المكان وفي نفس الزنزانة اللي هو كان فيها. في البداية هو والسجين ده ما كانوش بيتكلموا مع بعض قوي، وزي ما قلتلكم ان عبد الستار كان عايز يبقى في حاله تماما وما يحاولش يخش في اي مشاكل. ولكن مع مرور الوقت ابتدى الشخص ده ان هو يتكلم مع عبد الستار ويتواصل معاه بعض الشيء، وابتدى طبعا ان هو يسأله هو مسجون في ايه، وعبد الستار حكاله حكايته، حتى انه قال له ان المحامية الخاصة بيه بتحاول انها تخفف له عقوبته، وبالفعل قدرت انها تعمل ده. وعلشان كده الشخص ده طلب من عبد الستار ان هو يكلم له المحامية بتاعته علشان تتوكل ليه في المرافعة في قضيته. ولما سأله عبد الستار في الوقت ده انت ايه مشكلتك، انت مسجون هنا ليه، الشخص ده ما اتكلمش معاه ابدا وما قالوش اي حاجة، وحاول ان هو يتهرب من الرد. بعد كده الشخص ده كان كل فترة بيرمي لعبد الستار جملة او اتنين عن اللي هو عمله بالظبط وعن السبب اللي هو مسجون علشانه. ولكن عبد الستار في الوقت ده ما كانش قادر يجمع المشهد كله على بعضه، وما كانش قادر يفهم هو قصده يقول ايه. الشخص ده كان ما بيقولش الحقيقة لعبد الستار، وكان بيرميله بعض الهنتات علشان بس يشوف هل هو هيروح يبلغ اي حد، هل هو هيتجنبه وهيقلق منه، لحد ما الشخص ده اطمن لعبد الستار تماما وحس ان هو يقدر يكون امين على سره، وابتدى ان هو يروح له مباشرة وحكاله الموضوع من البداية للنهاية. حكاله كل التفاصيل، ان هو ازاي استدرج الولد وازاي انهى حياته، وحكاله حتى على الاسباب اللي عمل علشانها كده. في الوقت ده عبد الستار كان مصعوق وما كانش عارف يعمل ايه. هو دلوقتي متأمن على شخص اعترف له بان هو ارتكب جريمة بشعة، لو راح وبلغ عنه مش بعيد الشخص ده ينهي حياته هو كمان، بما انهم قاعدين في زنزانة واحدة. المهم ان الزنزانة اللي كان فيها عبد الستار والشخص ده كان معاهم فيها شخص تاني، وعبد الستار بيقول ان الموضوع كان تقيل جدا على قلب المجرم اللي انهى حياة ربيع، لدرجة انه كان طول الليل وهو نايم كان بيقعد يتكلم ويخطرف بالاحداث اللي حصلت في يوم الواقعة، زي مثلا ان يقول افتحوا الشوال، اربطوا ايديه، فكوا ايديه، حاولوا ان انتوا تسكتوه، حطوه في المية، واشياء من هذا القبيل. وطبعا الشخص التالت اللي كان معهم في الزنزانة ما كانش يعرف اي حاجة عن اللي عمله الشخص ده ولا عن واقعة ربيع، وابتدى ان هو تاني يوم الصبح يقول له كده كنوع من الهزار ان احنا مش عارفين ننام منك وانت بتتكلم طول الليل وبتقول كلام غريب ومش مفهوم. وفي الوقت ده الشخص ده ما كانش عارف يعمل ايه، وقرر ان هو يتخلص من التالت اللي كان معاه هو وعبد الستار في الزنزانة، وقال لعبد الستار ان هو هيفتعل مع الشخص ده مشكلة علشان الحراس ياخدوه بعيد عنهم، وبالظبط ده اللي هو عمله. وطلب بعد كده من عبد الستار انه يفضل قاعد جنبه طول الليل وهو صاحي علشان لو هو قال اي حاجة يحاول ان هو يصحيه قبل ما اي حد ياخد باله من كلامه. وزي ما قلتلكم ان عبد الستار نوعا ما كان خايف من الشخص ده بما انهم هما الاتنين في زنزانة واحدة. وافراد الشرطة لما سألوا عبد الستار وايه اللي خلاك تيجي تعترف لنا بالكلام ده دلوقتي، قال لهم ان امي كانت بتتفرج على التلفزيون على حلقة المسامح كريم، وانا في الوقت ده اتلفت نظري لبعض الكلام اللي كان بيتقال، والصوت كمان ما كانش غريب عليا. ولما ابتديت ان انا بص على التلفزيون علشان اشوف مين اللي كان بيتكلم، اكتشفت ان المجرم بنفسه كان قاعد بيحلف وبيقسم وبيقول ان هو ما عملش اي شيء، في حين ان هو قال لي اعترافات مفصلة عن اللي عمله في الولد. وهنا عرف ابو ربيع ان بكل اسف الشخص اللي عمل كل ده في ابنه هو جيلاني زوج اخته. ومش بس كده، افراد الشرطة لما سألوا عبد الستار هل معرفتش منه هل هو عمل ده لوحده ولا كان معه اشخاص تانيين، عبد الستار قال لهم ايوة انا بالفعل سألت جيلاني هل انت في اي حد يعرف باللي انت عملته، رد عليه وقال له زوجتي عارفة بتفاصيل اللي انا عملته. ولما قال له انت مش خايف انها تروح تبلغ عنك بما انها عمة الولد، رد عليه في الوقت ده جيلاني وقال له مستحيل انها تبلغ عني لان هي كانت شريكتي، بل وانها هي اللي استدرجت الولد لحد عندي. ودلوقتي خلونا نرجع لقبل يوم 24 ديسمبر او اليوم اللي اتخطف فيه ربيع. قبل كده اتحطت خطة من جيلاني واللي كان بيحطها مع اشخاص تانيين، والاشخاص دول كانوا زوجته اللي بتكون عمة ربيع بالاضافة لعمة ربيع التانية، بمعنى ان جيلاني اخد اخوات ابو ربيع الاتنين وابتدى ان هو يتآمر معاهم على ابن ابو ربيع بان هما يخطفوه وان هما بعد كده يبتدوا ان هما يعذبوه، وكل ده علشان ان هما يضربوا عصفورين بحجر.
أول سبب إن هو يأدب أبو ربيع على عدم موافقته ومعارضته إن هو يتمم زواجه، والسبب التاني إن هما كانوا هيفتحوا بالطفل مقبرة كنوز، وده هيوصلنا للضلع الرابع في القضية، واللي كان بيدعي من إنه من أصول مغربية ولكنه في الحقيقة كان بيكذب، والشخص ده كان مواطن تونسي. وعدهم بإن هو هيساعدهم في إن هما يفتحوا مقبرة للكنوز، ولكنهم محتاجين طفل صغير علشان يقدر ان هو يفتح المقبرة دي. المهم ان الخطة وموضوع فتح المقبرة والدجال اللي كان معاهم كل ده فشل ذريع، والموضوع خرج عن سيطرتهم، وعلشان كده قرروا ان هما يعملوا شوية تشوهات في الولد، لان الدجال ده كان بيعتقد ان هو لما يشيل عين من عينيه او ان هو لما يبطر اعضائه التناسلية ان هو بكده مفيش اي حد هيقدر يتعرف عليه ولا على هويته، ولا حد من الاساس هيعرف هو ولد ولا بنت. واحدة من اخوات ابو ربيع شافت ربيع وهو في الشارع بيشحن رصيد لاخته، وقالت له تعالى معايا للبيت، والولد طبعا ما اداش خوانة واخد بعضه وراح وراها. في الاول وفي الاخر هي عمته، هيخاف منها ليه؟ هتقولي طب ما ممكن عبد الستار ده يكون بيقول اي كلام ويكون الكلام ده مش حقيقي. هقول لكم ان الشرطة اتأكدت من ان كلام عبد الستار حقيقي بسبب ان هو قال لهم تفاصيل مهمة جدا، واللي ذكرها تقرير الطب الشرعي، واللي مستحيل اي حد يكون عارفها الا لو كان الجاني او ان الجاني بنفسه اعترف له بكل حاجة هو عملها. بعد كل الكلام اللي شرحه عبد الستار وبعد تأكد افراد الشرطة من كل كلمة هو قالها، تم القبض على اخوات ابو ربيع الاثنين وجيلاني والدجال التونسي اللي كان بيدعي بان هو مغربي، وتم تقديم الاربعه للمحاكمه بتهمه تعذيبهم وانهائهم لحياه الطفل ربيع. وفي سنه 2022 تم اصدار الحكم ضدهم هم الاربعه بالاعدام، ولكن عقوبه الاعدام في تونس تحكم ولا تنفذ، بمعنى ان هم هيفضلوا في السجن مدى الحياه لحد ما تنتهي حياتهم ويتوفوا وفاه طبيعيه. وعلشان كده أبو ربيع وأمه في وسائل الإعلام بقالهم فترة طويلة جدا بيظهروا علشان يحاولوا إن هم يحققوا لابنهم العدالة ويتم تنفيذ حكم الإعدام في الأشخاص اللي أنهوا حياته. برغم من كل الخطط اللي حطها جيلاني هو وزوجته وأخت زوجته واللي بيكونوا عمات ربيع، كان عنده من البجاحة إن هو يقدر يقعد قدام أبو وأم ربيع ويحلف على القرآن إن هو ما عملش أي حاجة، بل وانه يقول لهم ان هما في يوم من الايام هيتاكدوا من براءته. مش عارفه الحقيقه ايه اللي خلى جيلاني يروح ويعترف لعبد الستار بالتفاصيل المرعبه اللي هو عملها، ولكن بكل تاكيد انها كانت اراده الله علشان يوقعه في شر اعماله ويكشف كل افعاله البشعه. ودي كانت حكايتنا للنهارده، بشكركم جدا على المشاهده. لو تحبوا النوع ده من المحتوى ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه علشان يوصلكم كل جديد، وتستنوني كل يوم جمعه واثنين وحكايه جديده. سلام.